اتفضل. اخر حاجه اخدناها يا دكتور هي النون ميتنج النون ميتنج ميتنج النون ingredients ميتنج كده يعني. انجريدينتس. اه طيب احنا اخدناها كلها تقريبا كان المفروض وخلصناها. وصلنا لحد كمان الانتي اوكسيدانس سلايد ده، ويعني كنا احنا المرات اللي فاتت. طبعا انا بمسي على حضراتكم في الاول، وانتوا دي تقريبا المحاضره الرابعه في كورس الميد تكنولوجي صح على ما اتذكر. وكنا غطينا كل النون ميت انجريدينتس، وكلمنا الاول على الكاتيجوريز بتاعه النون ميت انجريدينتس، وسواء كانت من ناحيه الفانكشناليتي او الفود تايب اور الاوريجين، واتكلمنا على كل كاتيجوري منهم شويه، والحاجات الكيميكالز والحاجات اوف انيمال سورس او الحاجات اوف بلانت سورس. وبعد كده خدنا الموست امبورتنت نون ميت انجريدينتس في الميت بروسيسنج، اتكلمنا عن الووتر، وبعد كده اتكلمنا عن الكومن سولت، واتكلمنا عن النيترايت وازاي بيأثر على اللون، والفوسفيتس. كل الحاجات دي احنا المفروض المره اللي فاتت غطيناها، والصويا، كل الحاجات دي احنا غطيناها المره اللي فاتت بشكل اظن كويس. واخر حاجه كنا وقفنا عليها كنا هنبدأ في الكيسنج بتاع بعض النون بعض الميت برودكتس. تمام، دي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. الكيسنج ار سوفت سيلندريكال كونتينرز، يعني كونتينرز سوفت طريه سيلندريكال اسطوانيه يوزد تو كونتين سوسج ميكسز، يعني بنقدر نحط فيها الخليط بتاع السوسج. والسوسج فيلينج زي ما انتم عارفين، السوسج فيلينج بيكون عبارة عن something minced، يعني الميت والنون ميت ingredients minced مع بعض، ومنسد أو كومينيوتد. والكومينيوشن هو نوع من أنواع برضو السايز ريدكشن في أو البارتيكل سايز ريدكشن. المنسز أو المنسد ميتس والنون ميت ingredients can be held together with the casing، يعني الكيسنج بيعمل لها holding together، يعني بيمسكها مع بعض. كمان الكيسنج بيعمل بروتكشن للنون بيعمل بروتكشن للبرودكت اثناء الاستورج، يعني بيحافظ على البرودكت ده اثناء التخزين. والكيسنج من ضمن الحاجات كمان اللي ممكن تمنع الكونتامينيشن بتاع البرودكتس، وبالتالي كمان ممكن يكون سبب من اسباب الاكستنشن اوف شيلف لايف. الكيسنج اللي هي الأغلفة يعني بيسموها بقى بالعربي الغلاف بتاع السوسج، ممكن يكون ناتشورال اوف انيمال سورس يعني، وممكن يكون ارتفيشال. الحاجات الناتشورال اوف انيمال سورس كل الحاجات الهولو اورجانز، يعني الاورجانز المجوفة، الأعضاء المجوفة زي السمول انتستين اللارج انتستين ستومك بتاع البيج الاسوفيجاس، دي كلها حاجات هولو اورجانز، يعني اورجانز مجوفه ممكن بعد التنظيف وبعض بعض الستيبس من التريتمنت ممكن تستخدم ان احنا نحط فيها الكونتنت بتاعتنا بتاع السوسج. وطبعا من ضمن الحاجات اللي احنا كلنا تقريبا بنعملها او بنستخدمها وبناكلها في البيت، في أكلة كده في البيت احنا بناكلوها بتكون في الانتستين، ما ايه والله نسيتها الايه، السوسج لا مش اقصد السوسج، انا بقصد في حاجة احنا بناكلها في البيت. الممبار يا دكتور، اصل حضرتك الممبار الله ينور عليك الممبار. فالممبار ده من ضمن حاجات، بس بدل ما هي الكونتنت جوه ميت بقى ونون ميت انجريدينتس وبعض المنتجات اللحوم، لا الممبار بقى يعني بيكون ستافد ويز رايس، يعني مليان بالرايس. فالكيسنج ممكن يستخدمه الانتستين سواء كانت سمول او لارج انتستين او بعض الاذر هولو اورجانز، وبعض الحاجات الارتفيشال. الحاجات الارتفيشال ممكن تكون مصدرها ناتشورال وممكن تكون حاجات سينثيتيك. الحاجات اللي مصدرها ناتشورال ممكن تكون في انيمال سورس
تمام. هنا بنتكلم عن الكولاجين، وممكن تكون اوف بلانت سورس، بنتكلم هنا على السيلولوز. الحاجات السينثيتيك بقى اللي هي المخلقه، كل البلاستيكس بقى، كل البولي ايثيلين والبولي امايدز، كل البلاستيكس اللي ممكن تستخدم. وخير مثال على ده اللانشون، لو انتوا الحد لو حد اشترى كوز لانشون هيلاقيه مغلف من الخارج ببولي امايدز. طبعا الكيسنج دي ممكن تبقى حاجات منها ايديبول يعني بتتاكل، وممكن حاجات منها ان ايديبول لازم يعني نعمل بيلينج او نقشرها قبل ما ايه قبل ما ناكل السوسج ده. حاجات الايديبول طبعا كلها الحاجات في انيمال سورس كلها ايديبول، كلها بتستخدم وبتتاكل مباشرة مع السوسج. والحاجات في ناتشورال اوريجين سواء كانوا في انيمال او بلانت، لو الكولاجين لو احنا اتكلمنا عن الكولاجين فموستلي الكولاجين ايديبول، بيكون ايديبول الا اذا كان معامل بمعاملات خلته ان ايديبول، وبالتالي او اتضاف عليه بعض المواد الغير صالحه للاكل، وبالتالي هنا ممكن نقول عليه ان هو ان ايديبول. وساعتها البروديوسر او المنتج لهذا المنتج هينصح بان انت تعمل بيلينج للكيسنج قبل ما تاكل. الحاجات اوف بلانت سورس واهمهم السيلولوز طبعا، ده ان ايديبول ده ورق زي حاجه زي لحاء الشجر او الحاجات دي زي الورق، فبالتالي ده برضو من الحاجات الان ايديبول يعني ما بيتاكلش طبعا. وكل البلاستيك كل الحاجات اللي هو البلاستيكات اللي بتستخدم سواء كان بولي ايثيلين او بولي امايدز ان ايديبول. طبعا حته ان احنا نقول ايديبول وان ايديبول دي بتبقى برضو مهمه، مهم ان انا عارف الكيسنج ده المستهلك هياكله ولا مش هياكله، وبالتالي كمان حتى نوع التخزين الحاجات الان ايديبول ممكن تكون شويه مور سترونج، بتدي فيزيكال سترينث للمنتج، بتدي قوة للمنتج، بتستحمل الظروف البيئية أكتر من الحاجات الان ايديبول اللي هي مش بتستحمل الظروف البيئية أكتر، بتبقى حاجات سوفت، بتبقى حاجات لازم يحصل لها بروتكشن بشكل أو بآخر. تعالوا نتكلم شوية عن الناتشورال كيسنج. الناتشورال كيسنج زي ما قلت من شوية اللي هي جاية من الأسمر أو اللارج انتستين بتاع different types أو different species of animals زي الكاتلز أو الكافز أو الشيب أو البيجز أو أي هولو أورجانز تاني. كل الأنيمال كيسنج إيديبول لو إلا إذا كانت معاملة بسامثينج إن إيديبول زي ما قلت لحضراتكم من شوية، سواء الكلام ده ينطبق على ال الانيمال كيسنج او الكولاج. اكزامبلز بقى على الحاجات دي، ودي بعض الصور يعني بعض الصور لتايبس كتيره من السوسج جايه من دول مختلفه وكلها انكيزد بسمول او بلارج انتستين، او حتى واحده زي دي كده هو هوج ستومك اللي هي الاستومك بتاع البيج ايا كان. في مثال الراوندز دي السمول انتستين بتاع الحيوانات دي، او الميدلز دي اللارج انتستين بتاع الكاتل والبيجز، او البانكس دي البلايند جات او السيكسم بتاع الكاتل، او الهوج ستومك اللي هو الاستومك بتاع البيج، او الويزنز فروم كاتل اسوفيجاس. دي كلها حاجات هولو اورجانز او ممكن تستخدم في الكيسنج. الناتشورال كيسنج طبعا لو انتوا عايزين تقروا بقى كتير في تفاصيل ازاي نعمل تريتمنت للانتست او نعمل الانتستين بشكل او باخر عشان تبقى صالحه للكيسنج، دي هتلاقوا منها التفاصيل في السورس اللي انا هديه لكم. في ادفانتجز كتير طبعا ان انا استخدم ناتشورال او انيمال كيسنج، زي strong enough to resistant to the pressure produced by filling zim with sausage mix، يعني قويه فيها elasticity عاليه يعني مرنه بشكل عالي، فتقدر تضغط الكونتنت فيها شويه فتتمدد على حسب حجم الكونتنت اللي جواها. تاني حاجه permeable للووتر فيبر والجازز، يعني الانيمال كيسنج بتكون بتسمح بمرور الموتشر او بمرور الووتر فيبر والجازز.
وبالتالي ممكن تستخدم في الفيرمنتد سوسج، في نوع من انواع السوسج بنسميه احنا الفيرمنتد سوسج، وده سجق بيتعمل له فيرمنتيشن زي ما احنا بنعمل فيرمنتيشن كده لليوجورت او للزبادي عشان ننتج يوجورت. ممكن نعمل فيرمنتيشن للحمه او للشجر اللي احنا بنضيفه على الميت برودكت عشان خاطر نطلع دراي او سيمي دراي برودكت. دراي او سيمي دراي برودكت ده برودكتس بتبقى في الغالب فقدت شويه من الميه اللي فيها، فقدت شويه من الميه اللي فيها او نسبه من المويتشر، وده مش هيحصل غير الا اذا الكيسنج نفسه يكون بيرميبل. تاني حاجه او تالت حاجه ليها القدره على انها تعمل ابزورب للسموك اوف اديشنال فليفر اند بريزرفيشن. يعني ممكن الكيسنج ده تستخدم كمان للسموك برودكتس، بعض البرودكتس زي الفرانكفورتر كده، ولكن الفرانكفورتر مش بيستخدم فيه انيمال كيسنج. السوسج انواعها كتير جدا، يعني مئات الانواع من السوسج في كل دول العالم، تلاقي انواع معينه من السوسج تتميز بها الدوله دي. فبالتالي في حاجات فيرمنتد وحاجات نون فيرمنتد، حاجات دراي وحاجات سيمي دراي، حاجات فريش وحاجات كوبت، حاجات سموكت وحاجات نون سموكت. كلها دي انواع مختلفه على حسب كل دوله او كل عرق او كل بلد بيحب ياكل الحاجه شكلها ازاي. فبالتالي بعض السموكت برودكتس ممكن نستخدم ليها الانيمال كيسنج لان انها لها القدره على انها تمتص السموك. تاني حاجه اكسباند وشرينك فيرملي اتاتش تو ذا سوسج ميكس، يعني مالتها كتير مالتها قليل هتبقى ماسكه كويس في الخليط بتاع السوسج، لانها بيحصل لها اكسبانشن او يحصل لها شرينكج زي ما على قد ما انت ماليها. Can be closed at the end by tying or clipping، يعني ممكن نقدر نقفلها كمان في نهايتها سواء كان بالربط او بالكليبنج او باستخدام الدباسه ان انا ادبس ال ends. الديسادفانتجز بتاعتها او العيوب اللي ممكن تبقى موجوده، اول حاجه they are not uniform، يعني شكلها مش uniform، يعني تلاقي حتت تخينه تلاقي حتت ضيقه تلاقي حتت واسعه على حسب حجم الايه الفيلينج، على حسب كمية الفيلينج اللي جواها، فتلاقيها مش منتظمة قوي في شكلها. تاني حاجة في infested with parasites could perforated and leak the contents، لو فيها لو في parasites طبعا في الانتستين، وطبعا المفروض لو فيها parasites ما تستخدمش، ولكن لو فيها parasites ممكن تبقى مخرمة وبالتالي ممكن تخلي الكونتنتس يحصل لها leakage او تطلع بره. وخير مثال للناتشورال كيسنج هو السجق البلدي اللي احنا بنروح نشتريه من عند الجزار، اللي هو بيكون محطوط في ناتشورال كيسنج او في سمول انتستين بتاع كاتل او سمول رومنت. فالفريش اورينتال سوسج اللي هو السجق البلدي او بيسموه السجق الشرقي، ده هو اللي خير مثال للمنتجات اللي بتستخدم لها الناتشورال كيسنج. لو هنروح للارتفيشال كيسنج، ممكن نقول الارتفيشال كيسنج يا اما مصنوع من حاجات اوف ناتشورال سورسز سواء كان انيمال باي برودكت زي الكولاجين او بلانت ماتيريال زي السيلولوز او حتى جاي من حاجات مصنعه زي البولي امايد. تعالوا للكولاجين. الكولاجين از ذا مين ستراكشر اوف ذا كونكتيف تيش بروتين الموجود في السكين والتندرز والليجامنتس والكارتليج والبونز اوف انيمالز، يعني هو عبارة عن هو الكونكتيف تيشو ده، وانتوا عارفين ان لو انتوا فاكرين واحنا كنا بنتكلم عن الكونكتيف تيشو بروتين، كنا بنقول الكونكتيف تيشو بروتين عبارة عن كولاجين والاستين، والكولاجين والالاستين دول هم سواء كان موجودين في السكين او في التندونز او في الليجامنتس او في الكارتج او حتى في البونز بتاع الانيمالز ممكن يحصل لهم اكستراكشن، وكتير ناس بتستخدم الكولاجين في الحلويات حتى في صناعة الحلويات. المهم ان الكولاجين لو انا باكل المنتج حلال وبالتالي لازم يكون جاي من الكاتل او سمول رومينانس، لو انا باكل منتج فيه بورك مثلا ممكن يكون الكولاجين جاي من بيج عادي. ده alternative للانيمال كيسنج. ليه هو alternative للانيمال كيسنج؟ لانه المفروض ان هو ايديبل، لان هو بيتاكل، له تقريبا نفس الايه
نفس الكاركترستكس بتاع السمول انتستين او الانيمال كيسنج، ولكن مع زياده في القوه شويه وزياده في اليونيفورميتي، لان هو مصنوع احنا بنقدر نصنعه. تمام. الفرق بين الكولاجين طبعا والسيلولوز بعد كده، ان الكولاجين السيلولوز هتلاقيه حاجه ان ايديبل ما بتتاكلش، دايما السيلولوز هتلاقي فيه اللحام، يعني هتلاقي اللحام بتاع كأنها ورقة كده وانت لفتها، فهتلاقي اللحام بتاع الورقة دي في السيلولوز، ده مش هتلاقيه في الكولاجين. الادفانتجز بتاعته ان هو سمول كاليبرز ار اديبل، يعني اللي هو السمول كاليبرز يعني اللي هي الحاجات الكاليبرز الصغيرة، يعني اللي هو السايز بتاعه او الدايمتر بتاعه صغير. الحاجات اللارج كاليبر في الغالب بيحصل لها بيلينج اوف، بتتشال قبل ما تتاكل. ليه؟ لانها تكون معامله ببعض المواد الانيدبل عشان تديها اكثر قوه، لان كل ما حجم الكيسنج كبر كل ما كان عرضه اكتر لان هو يتكسر ويتقطع، اما كل ما كان حجمه صغير كل ما كان متماسك اكتر. فالحاجات السمول كاليبرز زي البريكفاست سوسج، وده سوسج مشهور في انجلترا، بيتاكل على الفطار عشان كده اسمه بريكفاست سوسج. واللارج وان از يوجوالي تريتد ويز الكالي، بيتعالج بالكالي علشان يدي له قوه. سو ات ماست بي بيلد اوف، يعني يتقشر بيفور ايتنج، زي الفريش كوكد سموكد اند فيرمنتد سوسج. Can be folded together in large lengths، يعني ممكن نعمله folding، يعني نقدر ندخل كده في بعضه لحد ما ايه نعمل folding بشكل كبير، يعني ممكن نبقى واحدة طويلة قوي 20 متر، فاحنا نلمها ونركبها في الهورن بتاع السوسج ماشين اللي هي الفيلينج ماشين يعني، ونبدأ نعبي. used for natural or an automatic filling station، يعني ممكن تستخدم المكان الناتشورال او المكان الاوتوماتيك من غير ما نعمل له سوكينج في الووتر، لان الناتشورال او الانيمال كيسنج لازم يتعمل له سوكينج في الووتر قبل ما يستخدم، لانه لما بيجف بينشف وممكن يتقطع. ثالث حاجه انه رابع حاجه ان هو زي برضو الانيمال كيسنج، ان هو سموك بيرميبل للسموك والووتر فيب بيرميبل للسموك، فيقدر يستخدم للمنتجات الايه المدخنة يعني دكتور؟ السموك دي برودكتس، وبيرميبل للووتر فيبر، فممكن يستخدم للمنتجات الايه الناس اللي دكتور نامت. سامع اتفضلي. حضرتك، في زميلتنا بتحاول تدخل المحاضرة مش عارفة. استنى اسمح لها بالدخول، مين يا دكتور؟ تحاول تاني بس دلوقتي مفيش حد في اللوبي، مفيش حد منتظر، تحاول تمام يا دكتور. تاني. اللي معانا تمام. أربعة، ماشي. مين اللي طلع؟ تمام، هتحاول بس دلوقتي وانا اسمح لك. فطبعا دي الادفانتجز بتاعتها. تاني حاجة لو احنا هنتكلم على السيلولوس كيسنج، السيلولوس كيسنج برضه عبارة عن something natural from natural sources، جاي من البلانتس. لحظة أدخلها يوستينا. سيلوز ناتشورال برضو جاي من البلانتس، برضو بيستخدم للسمول كاليبر كيسينج، لأنه في اللارج دايمتر يعني في الحاجات الكبيرة
لو احنا جينا نفرق بين السمول واللارج، لو انتوا عايزين تتخيلوها، اللانشون مثلا ده بنسميه احنا لارج كاليبر، لارج كاليبر اللي هو الدايمتر بتاع اللانشون نفسه كبير. لو احنا اتكلمنا على اكزامبل السمول كاليبر، هي الفريش اورينتال سوسج، السجق البلدي، او الفرانكفورتر اللي انت لو حد منكم بياكل فرانكفورت، ده برضو الدامتر او الكاليبر بتاعه صغير. فالسمول كاليبر بيستخدم بشكل سهل، لانه في اللارج دامتر ممكن يحصل بريكج كتير يتكسر. فمثلا في السمول كاليبر بيستخدم في الفرانكفورتر، وبعد كده علشان هو مش ايديبل، ان ايديبل ما بيتاكلش، must be peeled off، لازم يتقشر، removed after cooking، يعني بعد ما الفرانكفورتر بيطلع من الكوكر، بيطلع من الفرن، بيحصل peeling. مش عارف انا وريتكم الفيديو ده ولا لا، لو ما وريتكوش قولوا لي اوريه لكم النهارده. عايز تفاعل كده، علشان كده علشان يدوا قوة للسيلولوز اللارج دايمتر او اللارج كاليبر، بيعملوا حاجة اسمها فايبروس سيلولوز كيسينج، وده بيستخدم في التراديشنال ايجيبشن لانش. يعني ايه فايبروس؟ يعني في فايبرز، في سيلولوز فايبرز، في خيوط من السيلولوز كأنها مخيطة السيلولوز ده، فبتديله قوة فبيقاوم البريكنج. وممكن كمان يحصل له كوتينج بطبقة من البولي فينيليدين داي كلورايد، البي في دي سي، علشان يدي بارير بروباريتي. بارير يعني ايه؟ يعني يخلي فيه حائل ما بين الاتموسفير جوه الكيسنج وبراه. يعني ايه حائل؟ يعني هنا الكيسنج الكوتد ده ما بيكونش السيلولوز او الكوتد سيلولوز كيسنج لا يسمح بمرور الووتر فيبر والسموك والسموك، بالتالي لا ما ينفعش في الفيرمنتد سوسج، ولا ينفع كمان في السموك سوسج. يبقى السيلولوز كيسنج العادي اللي هو السمول دايمتر او السمول كاليبر ده ممكن يستخدم في بعض المنتجات زي الفرانكفورتر، ولكن لازم يحصل له بيلينج اوف، لازم يتشال. ولكن في لارج دايمتر زي في التراديشنال ايجيبشن لانشون او اللانشون المصري التقليدي، بنعمل له ايه؟ بيعمل له رينفورسنج بخيوط من السيلولوز قويه، هذه الخيوط بتدي قوه للكيسنج ويقاوم الكسور او الكسر، وفي نفس الوقت ممكن يحصل له كوتينج، وبالتالي يعمل بارير بينه وبين الاتموسفير اللي بره. والادفانتجز بتاعته ميكانيكالي ريزيستنت، يعني مقاوم ميكانيكيا، يعني بشكل بيتحمل الظروف، بيتحمل الكسر. widens when soaked in water and shrinks when dried، يعني بيتسع او يتمدد لما يتحط في الميه، ويحصل له شرينكج لما ينشف، وبالتالي بيعمل ميكا تايت اند سموث كيسنج وزود فورميشن اوف رينكلز. يعني بيخلي ايه؟ بيخلي الكيسنج من بره شكله سموث، شكله ناعم تايت، يعني ماسك كويس في الفيلينج اللي جواه، من غير ما يعمل رينكلز، من غير ما يعمل اي نوع من انواع الكرمشه في شكل الكيسنج، وبالتالي او شكل المنتج، وبالتالي بيبقى مظهره كويس. ده ليه؟ ده علشان هو لما بنحطه في الميه بقى بيتمدد، فنقدر نملى فيه كويس، ولكن لما بنسيبه يجف يبدا السيلوس كيسنج ده يحصل له شرينكج، فيبقى ماسك كويس في الكونتنتس اللي جواه. كمان هو دكتور، بيرميوب. اتفضل. كنت عايز أسأل على ال traditional Egyptian lotion، السليلوز موجود فيه فين؟ نعم، حضرتك بتقول إن هي بتبقى خيوط من السليلوز موجودة في اللانشون المصري، يعني ده مش في اللانشون، في الغلاف اللي بره، الكيس اللي بره، اللي هي يعني أنا مش عارفة هي موجودة في شكلها إزاي. الكيس اللي بره، تمام.
هو التراديشنال ايجيبشن لانشون في منه بيتعمل في بلاستيك، يعني في منه بيتعبى في بلاستيك بولي امايد، وفيه منه بيتعبى في سيلولوز، تمام؟ ولكن البلاستيك ارخص، فمعظم المصانع بتعبي في بلاستيك، في اللي هو البولي ايثيلين والبولي امايدز والحاجات دي. اما اللي انا بتكلم عنه السيلولوز كيسنج، هو الكيسنج نفسه بتاع السيلولوز، الكيسنج نفسه، الغلاف نفسه، الاغلفه نفسها متقويه بخيوط من الفايبرز، خيوط من السيلولوز برضه، بس بشكل خيوط زي خيوط اللي احنا بنخيط بها هدومنا دي، فبتدي له قوه فما يتقطعش بسهوله. بس الخيوط دي مش جوه اللانشون، مش جوه اللانشون، ده من بره في الكيسنج اللي من بره في قلب الكيسنج، فاهم قصدي؟ اه تمام يا دكتور. يعني مش هناكلها في اللانشون، ما تخافيش. تمام. ماشي. الارتفيشال كيسنج او من طبع الارتفيشال برضو، اللي هو السينتيتيك كيسنج، اللي هو الحاجات المخلقه، الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كتير، دي بلاستيك اللي هو مرسوم عليه ومتلون ومش عارف ايه ومكتوب عليه، والحاجات دي كلها بتبقى الحاجات الايه الارتفيشال، الحاجات السينتيتيك، الحاجات البلاستيكات بقى، كل انواع البلاستيك بقى، سواء كان بولي امايدز او بولي ايثيلين او بولي بروبيلين. حد خرج وعايز يدخل او مي لسه مشرفان، فالحاجات السينتيتك بقى دي ميزتها ان هي ميكانيكالي سترونج، يعني قويه، حمل، ما تتقطعش بسهوله، هيت ريزيستنت، مقاومه للهيت، وبالتالي ممكن تستخدم في الكوكينج، يعني بتحمل درجة حرارة الطهي، تمام؟ طبعا السمول انتستن او الانيمال كيسنج بيطهي مع الامعاء نفسها، بتطهي مع الكيسنج، سواء كان انا ككونسيومر هطهيها في البيت او هتجيلي المنتج نفسه مطهو من المصنع وبالتالي هتطهي. نفس الموضوع ده بيحصل في الكولاجين. السيلولوز كيسنج من ضمن الحاجات اللي هي برضه بتتحمل درجة الحرارة، ولكن ما بتتاكلش، بيحصل لها بيلينج. دايما الحاجات البلاستيك طبعا زي السيلولوز كيسنج لازم يحمل لها بيلينج، لازم نقشرها قبل ما ناكلها. في حاجات بتتقشر في المصنع، يعني الحاجة المصنع السوسج نفسه زي الفرانك مثلا اللي بتعمل بسيلولوز، بيطلع من المصنع متقشر ومتعبي في عبوات 5 6 جنب بعض. في حاجات اللي هي متعبية في بلاستيك دي مش بتتقشر في المصنع، دي بتتقشر في البيت، يعني انت بتروح تشتري الكيلو اللانش او كوز اللانشون اللي هو نص كيلو او كيلو، بيبقى فيه البلاستيك، فعشان تقطعه لاولادك سلايسز بتبدا تقشر ده وتعمل، او الناس اللي هي لو هتجيب لانشون بقى فرط زي ما بيقولوا، هي البياع نفسه هو اللي بيستغل عنده مكنه السلايسر ده ويبدا يعمل لها سلايسنج بعد ما ايه ما يقشر الكيسين. ميزته ان هو مقاوم لدرجة الحرارة، يتحمل من سالب 18، يعني تقدر تحطه في الفريزر، تحمل درجة الحرارة العالية، تقدر تطهو فيه المنتج، امبيرميبل، لا يسمح بمرور السموك والجازس والووتر فيبر، وبالتالي ما نقدرش نستخدمه في المنتجات اللي احنا بنحتاج فيها الكيسنج يكون بيرميبل. السينثيتيك كيسنج ار بارتيكولاري ويل سويتد، يعني مناسب للسوسج ويز لارج كاليبر، الحاجات اللي هي لارج كاليبر زي كده، زي اللانشون مثلا. اللانشون نوع من انواع السجق، عشان لازم ما نخلطش بين ده، لان السجق ده اي حاجه، اي منتج فود ميد برودكت بشكل سايلندرز، في شكل اسطوانات، ده بنقول عليه سجق. ايه انواعه؟ كتير جدا. اللانشون هو سجق كوكد، منتج كوكد، منتج مطبوخ. الفرانك هو سجق سموكد وكوكد. السجق البلدي اللي احنا بنقول عليه مجازا السجق البلدي هو فريش سوسج، رو يعني ني. في سوسج كتير بقى، في الكساندريا سوسج، سلامي سوسج، في حاجات بقى كتير بقى
فيرمنتد او دراي وسيمي دراي. في انواع في كل دوله تنزل بيسموا السوسج باسماء المدن اللي المشهوره في الدوله دي. سوسج ويز لارج كاليبر ممكن يكون مناسب للسوسج اللي هو الدايمتر بتاعه كبير زي الصوره دي كده. لو السوسج اللي هو الووتر فيبر فيه مش عايز تفقده لانه امبرميبل. السوسج تو بي كوكد ات ريليتيفلي هاي تمبريتشرز، السوسج اللي انت هتطبخه على درجات حراره عاليه. السوسج اندز تو بي كليبت، اللي لما انت تكون عايز هنا في الاندز ما تربطش، مش تربط، تعمل كليبنج تدبس، وبالتالي ده مناسب اكتر للتدبيس. اللي مناسب اكتر للتاينج او للربط هو الحاجات الانيمال. Sausage with long shelf life and good preservation of taste and flavor. يعني السوسج اللي درجة الشيلف لايف بتاعته طويلة، مدة صلاحيته طويلة، و good preservation of taste and flavor يعني هتحافظ فيه برضو على الريحة والطعم. حد عنده يعني أي استفسار في ده؟